السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبارك هذا إيوه كمبيوترك والله دمان كسو دواذا عشرك وعشرك إني أنت دواذا سبتمبر بالأوني لبضو كوني لا تني أفرت باسس كمبيوترس أما باسس كورسس كمبيوترس خبروك أس أنا هو بيسك كورسه أو كمبيوترك استعمال كيسة لغبرة هذا اصلا في رنا سورت كمبيوترز قيبها كمبيوتر كو كوبين هاي سورت قيبها كمبيوتر كو توبي اي كمبيوترز وورد او كوبل بي سي كنومت كمبيوتر كو حلو مقعبه بي سي وحلو سو غابي او لو مقعبه بيرسونال كمبيوتر معناها قفكا كمبيوتر كي سيجاركا قفكا يا ارزين توي سورت halka waxa lagu tilmaamay two sort laba nooc two sort inde laba nooc in desktop waxa la dhahaa mid kan loo yaqaan desktop kan kaas wax loo yaqaan desktop an ama luqadda kale english waa isticmaaleen bureau blad ka waxa lagu magacaabaa miiska xafiisada yaalo oo alaabta la saarto مركا كاسا لها أصلك بيرو بلات أو لغة عربية مكتبة ويقانون بستاد أويت إن كمبيوتر كاست مركا و كمبيوتر كي على سوق هذا وحالة دل سارة أرما جذي كوركا لغا سارة كمبيوتر كاست هو سيكو جيف كوا كوركا لغا سارة كوا سود كمبيوتر كاست كمبيوتر كاست وحكو كوبية وحالة لها كمبيوتر كاست وعوك كوبية ان بيلز خير بيلز خير مو امور ايضا كو موقتا سيد صور كاق موقتا بمتكاس ان توتسبور نوا كان واهل كان كو يالا سيد كو موقنا وعوك لو كمبيوتر كلي ياها وحلا داها مويس واكن كلي كليك سينس كمبيوتر اس قروت استاد ان تافل اف بيرو بلاد كمبيوتر هذا مركو مدوين والسارايا ميس كاقا كوركيس انت سوف انا ملين 10 كان 10 كان كود ان هاوت كي سمحيه بخن لسين باسيس سورت كمبيوترز نوعيه الكمبيوتر كا اد كو براني سال كان اوندر ديلن قيبو كو كوبي في الكمبيوتر ذا كمبيوتر ان كمبيوتر كا الا دارا او ان لغا ديغا ميش لغا دارا الكمبيوتر كا ان ان ميلدن ان ميلدن هو حوا قفكا اد كمبيوتر كو سو غليس مغايسا الكمبيوتر كسوح لي وحلا دهاي كمبيوتر نام أم كمبيوتر نيم مركا كاسو مهمة وحاك لو جراد الكمبيوتر اس ايت ست كمبيوتر كاد ميشا كدامينيس عشر كان مركا وحلا سعود اوفني ارديدين انجلاس كو سميان الربا اكسرسايز وحيالا هن سمينين وحيالا هن سمين دون وحاكمي دا بيرو بلاتكا اما ديسكتوب كلو يقانو يو تاس باركي او تال باركي لو كساي لبداس ايان aan ofnika lifeka gaas gudis ku sameeyneena marka isagoo video noo tusay ofnika wuxuu yahay computer haddii hor yaala dabcan flandes ma ahin waa english marka biro blaadkiisa laga sameeyna biro blaadka waa desktopkiisa well desktopku waxa lagu magacaabaa فيرن هل كانوا كل لوحان هوسا انت كاركي سالان ها ديسكتوب مرايدا نو مرايدا اسكال مارك عاشر قونيا نسكو ديا يعني كسامي بو كمبيوتر كان انجليش و اغلندس ما هندو الفاليو مارك واساسوي اوفنك لكن ارديدو اكا اكسسايز كي انغلاسكو سامين واحسوسدين laptops computerada qaybaha kale waxa ka mid ah midka la isticmaalayo laptop laptops ki waxa la yiraahdo scott computers way asalkiisu waa client laptop yadu wuxuu leeyahay fresh clean the mirror uu leeyahay mirror kala duwan sida asalka open club way wal furaya wax furun qay way sida ubugo kala khidma click in task past maana warsadadu galaa warsad caadi ku galaaya marka taasa keenaysa way computer under deelaha qaybaha ka koobay hada sifa cusub fiir computer kaada asalka wuxuu ka koobay wax la dhahayo
كان كمبيوتر وكم مقعاوه لك هو سيستم كاست كو سيستم كيس لو مقعاوه سيستم كاست مت كان كلا واحد وكم مقعاوه ويب كاميرا كاميرا ذا استعمالي سو ويب كاميرا وين كان بورت استعمالي سو قلت كي قلت يو اس بي بورت اني نقطه اما واجي هو بورت 1 بورت 2 استعمالي جستي لكن انت بدل هذا يو اس بي استعمال waxaa kaloo meesha lagu tilmaamay bells khair mi waa muraayadaada shaashada waxaad ka arkayso loud speakerka waa samaacadda la daarayo isaga intaan meelaha wuxuu leeyahay meel laga furo oo aad daarayso volumekiisa ama valueyaha aad dheeraynayso gaabanayso printer waa matbacadaada mouska waa mouskaaga mouska wuxuu qaybsamaa mid rect mouse iyo links mouse wax ladhahay waxa halkan ku yaala waa tutsboorkaaga waxaa kaloo halkan ku yaala microphone microphonekaaga waxaa kaloo halkan ku yaala dabcan kofon oo loogu talagalay dhegaha inaad gashato oo kombyuutarkaada waxaa kaloo meeshan ziyaada ah spiel loud speakerska xaggan mid ayaa yaala intan mid bidix midig labada yaalo isagana fordinu ku shaqeeya koronto electric marka waa saas ya underdelka kombyuutarka koobaya xifdi insha allah quizkana ka shaqeey casharka quiz uu leeyahay kombyuutarka sida ku muuqdaba waxaa lagu dhehe belsker monitor waxyaalaha laga arkaa moyskaaga bevikti waa kan dhaqaaqaya asalka printerka iyo kune text blatches and photo afdruka ku sameyneysaa loud speakerkaada samaacadaha wuxuu sameynayaa codkeeda ka maqasho microphone qaabkaas waa qaabku sheega kombyuutarada markaad doonayso marka kombyuutar ila marba soo iibsata sidaan kugu sheegnaba waxaa wanaagsan kombyuutarka waxaa iska fiirisaa processorkiisa iyo usb giisa intuu yahay haddii kombyuutarka internal ku jiro memory ku jiro waa 32 ama 20 gigabyte DDR4 ama DDR4 wax loo yaqaanaba dual direct RAID baa la dhihi jiray iyo kombyuutarada cusub inta badan s d isticmaala s d waa hard diskigii horay s d ku bedeleen inta badan asaladaa kombyuutarada marka sida naqshada kaaga muuqata godadku leeyahay mini h b m w leeyahay d c meesha codka lagu leeyahay u s b port 3 uu ku shaqeynayaa dabcan fiirshinada u s b-yada leeyahay u s b 1 aa lasoo maray 2 aa lasoo maray 3 aa lasoo maray 2 aa lasoo maray dhammaanba culayska kombyuutarkaadu waa 1 kilo iyo 55 gram waay sidaasuu u nashaqdeyna marka waa muhiima markastaba kombyuutarka waa midkan qeybaha kamid kombyuutarka kamid a laptopka midkan kale aada loo isticmaalo waa tablet tablet waa iska taqaanaa dabcan tabletka iyo ipadkaba waa waxyaalaha portable waxyaalihiisa la socdo waay kombyuutarka mar walba waxaad akhrisaa instruction manualkiisa kombyuutarada qaar markaa soo gadanayso iska ilaali qaarkooda waxaa la jira wax la dhahay without charge charge la-aan marka charge hadduu wada wareer waa lakin hadda kan wuxuu wataa u s b charge ugooniya sim karka hada kombyuutarka lagu furo mobil bahlahan tabletyada telefonkaad caada geli kartaa wicitaan caada noqona intaas waxa wey information casharkii koowaad keyboardkaaga iyo qaabka aad u isticmaalo keyboardka wuxuu leeyahay layout iyo qaabab loo isticmaalo marka qaababka loo isticmaalayo wuxuu yahay sida ku muuqataba tab ku muuqda kabislog waxa la dhahaa meesha nalka ka daarmayo markaad yeelayso functionkiyada kiyadaada functionkiisa waa kaas meeshaan muuse sheegina umalayna kuwa functionkiya la dhahaa f1 ilaa f12 ah shaqa goonihi qabata qofka technicianka kan shift yaala shiftka markaa qabato waa gooni waay waxyaalo kalea la qabanaysa farta weynaanaysa yaraanayso space palka lagu magacaaba midkan waa space waay palaja tutsin ama arrowgan kor ubax hoos ubax midig bidix ubax tagsida markaa qorayso midig ubax bidix ubax uqoraa kanna waa meesha ku yaallo waa inter halkaas ku yaallo interna mid kale ku yaalla inter keyboard saa isticmaala smoska bidix midiga loo isticmaala inta badanba marka waa muhiim waay kombyuutar markaa baranayso fadlan in arrimahanaad si fican casharkan waa casharkeeni koowaad insha allah waan ku qaadanay galaaskeeni barashada kombyuutarka waxaan rajeynaya walaalaha inaka waxa alla wixii fariina markastaba komiska nagula wadaaga insha allah
عشرة دبنا واحد سكودينا كليبيا اللي كقبلنا انتي عودينا ارضي قلنا حربنا طبعا انه سيقا فرصتك فايدة.